أهلا وسهلا، ويلكم باك. حلقة اليوم شيقة، حنتكلم فيها عن شركة بلاك روك، جورج سوروس، والعلاقة الأمريكية الصينية، وهل نستثمر في الصين ولا لا. نبدأ. وشركة بلاك روك اللي هي أكبر شركة أسيت مانجمنت في العالم، يعني تدير أموال الناس، عندها ما يقارب 9.5 تريليون دولار، رقم كبير جدا، يعني أغلب ثروة الناس تحت سيطرة بلاك روك. عندك 5% من 97% من شركات الاس ام بي 500، يعني اكبر 500 شركة في امريكا، بلاك روك تملك 5% من تلك الشركة. يعني تملك 5% من امازون، 5% من ابل، وهكذا اكبر 500 شركة. في الفترة الأخيرة بلاك روك أصبحت المنافس الوحيد، واحتكرت السوق الصيني والهونغ كونغي من ناحية الاستثمار الخارجي، يعني أصبحت أول شركة أجنبية تستطيع أن يعني تلغلغت في أسواق الصين بعد ما قررت شركة فانغارد الخروج من الصين، واعطتها التصريح الحكومة الصينية أنه تبدأ تستثمر في الصين. فهذا قرار جيد جدا، وحيكون كبير جدا ل بلاك روك، لأنه زي ما قلنا الاقتصاد الصيني في العشر سنوات القادمة ربما يصبح أكبر اقتصاد في العالم. طبعا اللي ما يعرف بلاك روك، وهي أكبر ETFs في العالم بتقدمها شركة آيشير اللي هي تملكها بلاك روك. عندها ETFs، عندها Active Equities، عندها Fixed Incomes، عندها بلاتفورم شهير اللي اسمه ألادين اللي بيستخدموها المؤسسات الكبرى للاستثمار، من الشركات الكبيرة جدا، وعندها منتجات كثيرة. من ناحية إدارة الأموال، وعندها 57% بتدير أموال المؤسسات الكبرى، يعني مثلا البنشن فاندز أو أمور الريتايرمنت حقة الموظفين أو تقاعد الموظفين، مثلا عندها مثلا الشركات التأمين وبتدير أموالها، مثلا محافظ الاستثمارية بالنسبة للحكومات والدول، عندها 11% المستثمرين العاديين، وعندها 32% الاي شير ETFs. لو نشوف الستايل حقها الاستثماري، وعندها اكتف مانجمنت، يعني ميوتشوال فاندز مدارة من مدراء 26%، اندكسز يعني بتراقب الأسواق العامة، أو مثلا بتراقب مؤشر الاس ام بي، مؤشر الناسداك، مؤشر الداو جونز، مؤشر الهلسنك وغيرها، 34%، ETFs عندها 32%. من ناحية الريجنز، 66% في أمريكا، 27% في أوروبا، و7% في الصين. مع وجودها الآن وكاحتكار في الصين، والشركة الوحيدة الأجنبية اللي تستطيع أنه تستثمر وتجلب الأموال من الصين كاحتكار، وهي الشركة الوحيدة، أعتبرها هذه الشركة حتكون من أكبر الشركات في العشر السنوات القادمة. مع العلم أنه الاقتصاد الصيني دائما نتكلم عنه في نهضة عالية جدا، وكل سنة بيزيد عدد الميدل كلاس بالنسبة للصين. عملت ديب دايف أو تحليل كامل لهذه الشركة، اللي يحب يشوف التقرير اللي سويته يحط لي في الكومنتس، نعمل حلقة كاملة على الاسسمنت والإيفاليويشن حقت شركة بلاك روك. بس أول ما تجيني فرصة وأشوف سعرها نزل، على طول حشتري في هذه الشركة. طيب خلينا نشوف ونخش في قصة حلقة اليوم. بلاك روك أصبحت أول شركة أجنبية تقدر تفتح ميوتشوال فاندز في الصين، واستطاعت انه تجلب او تريز 1 بليون دولار ان اسيتس. 110 الاف مستثمر استثمروا مع الميوتشوال فاندز حقت بلاك روك، فاعتبرها خطوه جيده ومميزه في الفتره القادمه. ليش؟ لانه الان لو تعرفوا اسواق الصين غير مفتوحه للمستثمرين العاديين. المستثمر العادي الغير صيني لا يستطيع الاستثمار في الصين. تبى تستثمر في الصين، تستطيع انه تشتري عن طريق شركات صينيه، وهي تشتري لك زي ETF صينيه، ولكن او تشتري عن طريق هونغ كونغ، وتشتري الشركات الكبرى زي علي بابا اللي هي غير مدرجة في الصين. الآن مع دخول بلاك روك شركة عالمية وأكبر شركة أسيت مانجمنت في العالم، تستطيع أنه تستثمر في الصين عن طريق بلاك روك. فأراها فرصة مميزة جدا لشركة بلاك روك، وأراها يعني خطوة جدا جيدة ومميزة للصين، أنه هي بدأت تفتح أسواقها للمستثمرين الأجانب. يعني خطوة مميزة، وإن شاء الله هذه حتفتح أبواب جميلة للاستثمار في السنوات القادمة. جورج سوروس، اللي ما يعرف جورج سوروس، هو 91 عام، هذا الرجل يعني
من أكبر المستثمرين في العالم، من أصول هنغارية، ومشهور هذا الرجل بشيئين غريبين ومتناقضين مع بعض. طبعا هو يعتبر ديمقراطي بحت، وهو ضد النظام الشيوعي، ويحب الانتخابات، ويحب أنه مثلا ليبرالي بشكل كبير جدا. من أهم الأشياء اللي سواها وقصته الشهيرة اللي هو عمل أو راهن ضد البنك البريطاني المركزي أو عملة الباوند، راهن ضده يعني يبغى ينزل، عمل شورت على عملة الباوند ودمر الاقتصاد أو البنك المركزي البريطاني خلال عمل شورت بتقريبا 10 بليون دولار. هذا الرجل أثر بشكل كبير على الاقتصاد، والحكومة في تلك الفترة يعني تأثرت بشكل كبير بسبب الشورت اللي سواها وانهيار العملة الباوند. فتقدروا تقولوا يعني أي واحد يعمل شورت على اقتصاد دولة وبعشرة بليون دولار، يعني رقم يعني ما هو عمل إنساني تقدروا تقول. وتخيلوا أنه عمر بعشرة بليون دولار، عمل بليون دولار في يوم واحد بسبب هذا الشورت. يعني في النهاية الأموال غير مهمة، بس أنك تدمر اقتصاد وعملة كاملة في عام 92 يعني خطوة جريئة وغريبة. بس في نفس الوقت هذا الرجل تبرع ب 32 بليون دولار من أمواله لعمل الخير. يعني عنده من وجهة نظري هذا الرجل عنده تشدد في رأيه في من ناحية الديمقراطية والانفتاح، ولما يلاقي شيء يخالف هذه القواعد تلاقيه يهاجمه بكل الطرق. وعشان كده من وجهة نظري هاجم البنك المركزي البريطاني، لأنه كان ممكن نظام الدولة مختلف ممكن. طيب إيش بيتكلم جورج سوروس في الفترة الأخيرة؟ بيتكلم إنه العلاقة الأمريكية الصينية في أسوأ المراحل، ويتوقع إنه حتأدي إلى حرب بسبب العلاقة الصينية الأمريكية وعلاقة تايوان، وإنه الرئيس الصيني ما حيخلي تايوان إلا إنه تكون تحت سيطرة الصين. فهذا الشيء يعني لازم يكون حذرين في بعض الشيء. يتكلم إنه حرب. من الأشياء الثانية اللي تكلم عنها إنه الرئيس الصيني في عام 2022 ربما يعمل يغير في الدستور الصيني ويصبح الرئيس الصيني مدى الحياة. فهذا الشيء يعني غير مبسوط منه جورج سوروس، وإنه الاستثمار ودخول بلاك روك في الأسواق الصينية من وجهة نظري غلط كبير وخطر كبير للعالم في السنوات القادمة. هل نوافق الرأي؟ خلينا نشوف. طبعا ردت بلاك روك ويقول إنه العلاقة، طبعا لما سمعت هذا الخبر بلاك روك ما انبسطت بالخبر، فبترد عليه وبتقول إنه العلاقة الصينية الأمريكية مرتبطة مع بعض في اقتصاد واحد، ف يعني interconnected economies. التجارة العالمية بين الصين وأمريكا أكثر من 600 بليون دولار في 2020، يعني تقدروا تقولوا مرتبطة مع بعض. 600 بليون رقم كبير جدا. هدفنا من هذه العلاقة أو mutual funds إنه نساعد الصين ونساعد أمريكا، ونساعد إنه نلاقي فرص للناس اللي في مرحلة التقاعد إنه يحطوا أموالهم بطريقة منظمة وآمنة وما يخسروا أموالهم. فهدفنا بالنسبة لنا هدف خيري، ووجود بلاك روك في الصين حيفتح باب ارتباط أكبر بين العلاقة الأمريكية والصينية. ومن وجهة نظري أتفق معهم تماما، يعني وجود بلاك روك حيفتح باب إنه مستثمرين أمريكان يخشوا يشتروا في الصين، وفي نفس الوقت إنه الشركات الصينية يصير في اندماج بين الاقتصادين. فأراها من الفرص الجميلة ومن الأشياء اللي هي حتخفف العلاقات السيئة بين أمريكا والصين. وهذا السبب اللي سمحت فيها من وجهة نظري الحكومة الصينية إنه تستثمر بلاك روك وتخش بلاك روك في الأسواق الصينية. من وجهة نظري طبعا الكل يعرف إني أنا مستثمر في الصين وفي هونغ كونغ، أرى إنه الفرصة جيدة للاستثمار لأنه الأسعار نازلة، ويعني مع إنه الضوابط الحكومية غريبة بعض الشيء وبتيجي بطريقة قوية بعض الشيء من الحكومة الصينية. التذبذب في الأسواق الصينية تعتبر عالية جدا مقارنة بالأسواق الأمريكية، تقدروا تقولوا لسه من الأسواق النامية، ما هو سوق يعني بقوة السوق الأمريكي اللي هو ثابت بعض الشيء، التذبذب فيه أقل، ولكن الفرصة كبيرة، وجميع المؤشرات تبين لأنه
الاستثمار في الصين من ناحية فاندمنتلز، من ناحية الاستثمار، من ناحية القوائم المالية، من ناحية الشركات، من ناحية حتى الشركات الكبرى اللي بتخش الأسواق، من ناحية الجي دي بي الصيني اللي على مرحلة نهضة عالية، كلها تعطيني المؤشرات إنه الاستثمار في الصين في 10 سنوات القادمة حيكون لي مجزي جدا. ولكن مهم جدا أنه تعرفوا زي ما قلنا الأسواق الصينية فيها أشياء كثيرة غير نامية زي أمريكا، فيها تذبذب عالي، ويجب أن تكون يعني متوقع في الفترة القصيرة أنه في تذبذب عالي، وزي ما دائما نقول أنه تكون مرتب تحت يعني محفظة استثمارية متنوعة. وجود الصين في المحفظة الاستثمارية من وجهة نظري مهم جدا جدا، ولا يوجد يعني أي واحد بيستثمر وما يكون عنده في محفظته الاستثمارية الصين، خاصة إنه الصين علاقتها سلبية مع أمريكا، يعني تطلع أمريكا تلاقي الصين ممكن تنزل، ممكن أمريكا تنزل تطلع الصين، وهذا لا يوجد أي علاقة في أسواق العالم correlation negative إلا الصين. فإن شاء الله تكون مفيدة حلقة اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب، انتظروني في الحلقات القادمة، شكرا وإلى اللقاء.